اطلاع على آخر تطورات الأوضاع ميدانيا في المملكة. تنضم إلينا شبكة مراسلي رؤيا، وينضم بداية مراسلنا زياد نصيرات من إربد وسط البلد، وأيضا مراسلنا معاذ رديد من ضاحية الحج حسن، وأيضا مراسلنا سامي جروان من وسط البلد. نبدأ من عندك زياد نصيرات، بداية يعطيك ألف عافية، ونتحدث عن رصدك ورصد كاميرا رؤية للحركة في وسط البلد في إربد. بالفعل نحن الآن في وسط مدينة إربد في سوق الخضار، هناك تجمع للمواطنين، تبضع عدد كبير من المواطنين يتبضعون. رصدنا فتح محلات عديدة في شوارع مدينة إربد، لم يكن هناك التزام كامل بالقرار على الرغم من التحذيرات الحكومية، على الرغم من أن محافظة إربد سجلت خمس الإصابات المملكة، إلا أن هناك حركة في الأسواق، لا يوجد التزام لعدد كبير من المحلات. المدينة الصناعية كان هناك اجتماع المحلات مع وجود الأمطار، مع تساقط الأمطار منذ الصباح، إلا أن الحركة مستمرة. نحن الآن في سوق الخضار. سوق الخضار يشهد ارتفاع بعض أسعار الخضار، يعني على الرغم من تحذيرات وزارة الزراعة، على الرغم من تحذيرات المسؤولين بأن هناك إجراءات ستتم لخفض الأسعار، إلا أن الأسعار لا زالت مرتفعة. الآن نلتقي مع الأستاذ محمود بن ياسين، يعني هو مواطن محمود الهزايمة، ممكن تحدث لنا كيف وجدت الأسعار بالسوق؟ والله يا سيدي الأسعار مرتفعة، هي اللي نازل البطاطا والبندورة فقط لا غير، أما الكوسة والباذنجان والزهرة مرتفعات، والخيار. يعني أنت اليوم اضطريت تنزل على الأسواق تشتري؟ أنزل خيار وأنزل بعض الخضروات، لكن ما لقيتها أسعارها مرتفعة وامتنعت عن الشراء. ليش ما التزمت قرار الحكومة ببقاء منزلك؟ مو أنا بحاجة، لأني بدي أمشي أمور بيتي، يعني ما في عندي خضار، واليوم الجمعة بدي أشتري خضار عشان أمشي بيتي وأعمل طبخات للدار، ما بتزبط معي. يعني هذه الحاجة أم إياد، ممكن تحكي لنا كيف أول إشي ليش ما التزمت قرار الحكومة بالبقاء بالمنزل؟ أول إشي لا جاي أنا على السريع، يعني آخذ كم من غرض وأروح. حاجة البيت إلا يحتاج البيت، فإجيت البيت، يعني اللي نازل أشياء اثنين، البندورة والبطاطا، الباذنجان، الكوسة، الليمون كيلو بدينار ونص، الباذنجان بدينار، يعني إجيت على السريع بدي أروح، فإجيت شفتكم هون رأسا، أنا بدي أروح مش ماخذة غرض، شفتكم حبيت أحكي وأروح. بعدين أنت بتحكي عن عدم المؤاخذة، إنه الناس مش ملتزمين، كل اللي موجودين هون بيجوش 50 واحد هم الموجودين بالسوق، باقي مدينة إربد مدينة أشباح. أنا هلا وأنا جاي بالسيارة إربد مدينة أشباح، هاي كل الموجودين بإربد هون موجودين، الكل ملتزمين. بس فعلا أنا يعني بشد على إيد الحكومة تعمل حظر تجول اليوم الجمعة، عشان هيك الناس مضوي بدورها. أنا متأكدة بكرة الناس رح تكون بالشوارع، فأنا بشد على إيد. بس يا إخوان ابعدوا عنا شوي صغيرة، ابعدوا بعد إذنكم، ابعدوا شوي صغيرة، بس ابعدوا شوي صغيرة. يعني استمرار الشكاوى المواطنين بشكل كبير من ارتفاع الاسعار، هناك عدم التزامات بقرارات الحكومه. بالله يا اخوان ارجعوا شوي صغيره، بس ارجع شوي صغيره، بالله بس يا اخوان ابعدوا شوي صغيره، بس ابعدوا شوي صغيره، في مجال تبعدوا شوي صغيره يا اخوان، ابعدوا شوي صغيره. هذا هو الواقع، وكاميرا رؤيا ترصده كما هو. نحن الان طالبنا من الاخوان المواطنين الابتعاد، وننوه الى ضروره الالتزام بالتعليمات الحكومية. كما تحدثنا إربد بها النسبة الأعلى من الإصابات بين الأردنيين، حوالي 13 إصابة في إربد، هناك حوالي 20 حالة اشتباه في مستشفى الملك عبد الله، يتم الآن إجراء فحوصات لهم. طلبنا من المواطنين ونطلب من المواطنين عبر شاشة رؤية الالتزام بالمنازل وتنفيذ التعليمات الحكومية، إلا أن عدد كبير من المواطنين لا يلتزمون. البعض هنا يقول أنه حاجته اليومية. بعد نفس يا أخوان ارجع شوي صغيرة، ممكن يا اخوان ترجعوا شوي لورا، ممكن ترجعوا شوي صغير لورا. يعني حقيقة يجب على الاخوة المواطنين الالتزام بمنازلهم. في إربد هناك حالات وهناك يعني فحوصات تجي بشكل يومي. امس تم كشف احدى الحالات في مدينة إربد، والدعوات مستمرة عبر رؤية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر القنوات الرسمية، عبر الجهات الحكومية، بالطلب من الاخوة المواطنين الالتزام بمنازلهم، ونتمنى ان يلتزم المواطنين بمنازلهم.